بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة، نتابع الجزء الرابع في الشرح الميسر والمبسط جدا لأكبر برنامج في إحصاء القرآن العظيم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن من علينا بهذا العمل الرائع الذي استفاد منه الملايين حول العالم، وندعوكم للاستفادة منه. أيها الأحبة، البرنامج هذا هو شكله، يظهر هكذا هذه النافذة. سنتأمل الآن أيها الأحبة في الله طريقة استخدام ميزات جديدة في هذا البرنامج. هنا أيها الأحبة لدينا خيارات في الرسم، الرسم الأول لدي هنا، الرسم الأول من دون تنقيط، أيضا هذا المصحف الذي كتب بين يدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يعني هنا سورة لإيلاف قريش، سورة قريش كما نرى هنا أمامنا، رقمها 106، رقم الآية 1 هذه المعروضة هنا، عدد الكلمات 2، لإيلاف قريش، الحروف 9. كان النص القرآني مكتوبا هكذا، لإيلاف قريش. طبعا نحن الآن يستحيل أن نقرأها إذا لم تكن مشكلة، يعني الحروف لا غير مألوفة بالنسبة لنا، ولكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الأمر معروفا ومألوفا ولا يخطئون به سبحان الله. لذلك هناك الرسم العثماني، وضعنا هنا الرسم العثماني، انظروا لإيلاف قريش، النقاط والهمزة والألف الخنجرية علامة المد هذه أو البديلة عن الألف التي لم تكتب، لإيلاف قريش أصبحت الآن مقروءة واضحة. لدينا أيضا الرسم العثماني من دون تشكيل، يمكن أن نكتب هكذا من دون تشكيل، ربما أنت تريد أن تبحث من دون الفتحة والضمة وكذا. لدي هنا الرسم الإملائي، هذا الرسم أنا أستخدمه حقيقة، غالبا ما أستخدمه لأنه مريح في البحث، لأنكم تعلمون أن القرآن الكريم له طريقة خاصة في كتابة الكلمات، يعني كلمة لإيلاف، أنا عندما أبحث عن كلمة إيلاف مثلا هكذا سوف يجدها البرنامج، أو عندما أكتب لإيلاف وأبحث عنها أقوم بعرض الكلمة آيات القرآن جميعا، أبحث عن لإيلاف هكذا وجدها. أما عندما أعرض الآيات وفق الرسم العثماني هكذا العثماني، وانظروا لإيلاف مكتوبة من دون ألف، إذا بحثت عنها مع الألف لإيلاف، لإيلاف كما نرى، أضغط بحث قال لا يوجد نتائج. يظن البعض أن هذا خطأ في البرنامج، وهو ليس بخطأ أيها الأحبة، هو عبارة عن أننا لم نراعي الرسم المستخدم هنا. هناك رسم إملائي من دون تشكيل، أيضا يمكن أن نبحث عن كلمة لإيلاف وسنجدها هي ذاتها، لإيلاف قريش. إذن لدي الرسم الأول من دون تنقيط، الرسم العثماني من دون تشكيل، الرسم الإملائي من دون تشكيل، 1 2 3 4 5 6، 6 أنواع. وهنا نستطيع أن نضيف البسملة لبداية كل سورة ما عدا سورة التوبة، لأنه لا تحتوي على البسملة. بوضع هذه البسملة انظروا، كتب لنا البرنامج بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش، وهكذا كل السور. إذا عرضنا الآيات وذهبنا مثلا إذا إلى سورة الفيل، كتب لنا بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. إذا ذهبنا إلى سورة الهمزة، بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة، يعني كتبها لأن هناك بعض القراءات تعتبر أن البسملة آية مراعاة لبعض القراءات. طبعا هو النظام الافتراضي أن البسملة ليست آية فقط، هي آية من الفاتحة. هنا أيها الأحبة، البسملة هي آية من سورة الفاتحة، الآن هذه رقمها 1 كما نرى، كلماتها 4، حروفها 19 حروف، المستخدمة في البسملة هي 10 أحرف. هنا حرف اللام كما نرى تكرر 4 مرات،
الميم تكرر 3 مرات، الألف 3 مرات، الراء مرتين، الحاء مرتين. انظروا كيف يلون الحروف، الياء مرة، الهاء مرة، النون مرة، السين مرة، الباء مرة. طبعا هنا نلاحظ أنه رتب الحروف من الأكثر إلى الأقل، يعني أكثر حرف تكرر في البسملة هو اللام 4 مرات. وهنا في اسم الله سبحانه وتعالى لم يلون حرف اللام، يمكن إذا غيرنا إلى الخط العثماني لونها ولون معها الهاء بالخطأ، لأن هنا يعني طريقة هذا الرسم يعني هو فيه بعض النقص، لم نستطع تدارك هذه المشكلة. ولكن واضح أن عدد حروف اللام 4، الميم 3، الألف 3 كما نرى. كلما غيرنا هنا أيها الأحبة على اليسار ضغطنا على حرف الراء مرتين. الآن أنا إذا أحببت أن أجمع مثلا حروف محددة هنا، يمكن أن أكتب مثلا حرف الألف، نجد أنه يضع لي الألف 3 مرات. طيب أضيف له اللام 4 مرات، مجموع 7. انظروا هو من ميزة هذه أضافها الأخ المبرمج الأستاذ حماد، جزاه الله خيرا، من الجزائر. ويعني أحبتنا في الجزائر، الإخوة في الجزائر لديهم خير كثير كثير جدا، جزاهم الله خيرا. فهذا الخيار أنا أراحني في كثير من العمليات الحسابية التي أجريها أثناء بحثي في الإعجاز الرقمي في القرآن العظيم. فيمكن أن نجمع أيضا حرف الميم، نكتب هنا ميم، انظروا نكتب ميم مباشرة، قام بجمع الحروف ألف لام ميم 10 أحرف، والحروف الهجائية المستخدمة عددها 10 هنا أيها الأحبة. طبعا يمكن أن أجمع مثلا حروف اسم الله في البسملة، ألف لام مثلا، اللام الثانية الهاء 12 حرفا بعدد أشهر السنة. أو يمكن أن أجمع حروف اسم إله 8 مرات بعدد أبواب الجنة. يعني المهم أنا أستطيع هنا جمع الحروف، أستطيع أن أعلم في أي آية يمكن أن أجمع الحروف التي أحددها. يعني مثال أيها الأحبة، مثال على ذلك، أنا لدي ميزة مثلا في سورة، مثلا سورة الفاتحة، سورة الفاتحة، كيف أعرض سورة؟ أضغط هنا بزر الماوس الأيمن، الأيمن هنا، أضع الماوس على جدول الآيات في الأسفل، وأقول له اختيار سور، اختيار سور. هذا أسلوب، يمكن أن أختار سورة مثلا سورة الفاتحة ثم أقول له موافق، سيعرض لي فقط سورة الفاتحة 7 آيات فقط، لم يعرض غيرها. إذن 7 آيات، سورة واحدة هي الفاتحة، كلماتها 31. إذا قمنا بفصل الواو، يعني مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، 5 كلمات، الواو كلمة هنا أيها الأحبة. انظروا، إذا أردت أن أعتبر الواو ليست كلمة، لدي خيار دمج الواو، دمج الواو، أدمج الواو بالكلمة التي تليها، أصبحت هذه كلها كلمة واحدة. يعني أصبح عدد كلمات إياك نعبد وإياك نستعين هنا اللون الأزرق 4 كلمات. إذا فصلت الواو ستصبح 5 كلمات. انظروا أيها الأحبة. طيب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أيضا إذا فصلت الواو يصبح عددها 10 كلمات، إذا دمجت الواو 9 كلمات. المهم أحبتي في الله، أنا الآن إذا حددت هذه الآيات سيعطيني مجموع الحروف في سورة الفاتحة. طبعا هنا أيها الأحبة أستطيع أن أستخدم الرسم الأول مثلا، لأنه أكثر دقة في الحساب. فعندما أحدد بالماوس، طبعا بالفأرة أو بالماوس، أحدد هكذا، أمرر مع الضغط، أمرر الماوس مع الضغط، حدد لي كل آيات الفاتحة.
هنا أجد أن عدد الحروف المستخدمة في الفاتحة 21 حرفا، 7 في 3. تمام أيها الأحبة، عدد الحروف المستخدمة في سورة الفاتحة هو 21 حرفا من مضاعفات الرقم 7، وعدد آيات الفاتحة 7. تمام، الآن أنا أفكر أن أقوم بجمع حروف إله أو ألف لامها. أكتب ألف هنا في هذا المربع، هنا ألف، عفوا ألف أعطاني 22 مرة، لام زائد 22. انظروا الألف أيها الأحبة هنا كم؟ 22 مرة، اللام 22 والألف 22. سأضيف حرف الهاء، هاء 5 مرات، أصبح المجموع كم؟ 49 حرفا، 7 في 7. إذا انظروا أيها الأحبة، حرف اللام تكرر 22 مرة، حرف الألف 22 مرة، وحرف الهاء هنا 5 مرات. سبحان الله، المجموع مجموع ألف لام هاء هو كم؟ 49. وهكذا أستطيع أن أجمع أي حروف أريدها في هذه السورة أو في غيرها أو في آية أو في القرآن كله. طبعا أحبتي في الله، لا أريد أن أطيل عليكم، سنتابع هذه السلسلة، قد تمتد طويلا، ولكن في كل مرة نركز على شيء معين نستفيد منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وإلى لقاء قادم.